سلام ونعم لكم جميعا أحبائي في الرب يسوع المسيح. متى ابتدأ أخنوخ بالسير مع الله؟ هذا هو السؤال، هذا التأمل اليوم. هنا نرى بأن في سفر تكوين يقول لنا بأن أخنوخ صار مع الله بعد ما ولد ابنه متوشالح. فهذا الأمر يقول لي ولك بأنه إن كانت لديك أسرة أو إن كنت أعزب، فلديك نفس الفرصة لكي ما تحيا وتسير مع الرب. فلا توجد انشغالات أو ظروف تمنعك من السير عن الله، حتى لو كان لديك أسرة لكي ما تعتن بها، فأنت تقدر بنعمة الرب أن تعكس نمط حياة مختلف عن طريق السير معه من خلال الإيمان. رب يكون معك، نلتقي في فيديو آخر جديد من معونة الرب لكي ما نتكلم عن نوح. إلى اللقاء، آمين.